لواء محمد غباشي. مساء الخير، اتفضل. خير يا فندم. اهلا بيك، اتفضل اتفضل. خلينا نتكلم بس على ان نوضح للاخوه ان مصر من 48 هي اللي بتتحمل المسؤوليه كامله عن القضيه الفلسطينيه. صحيح. من اول جمال عبد الرئيس جمال عبد الناصر. نعم. لما وقف وساعد وبعدين انشا منظمه التحرير 64. نعم. برئاسه التحرير وبعدين بعدها ياسر عرفات. نعم. لكن اللي حصل ان احنا عندنا من 2007 ما حدث انقسام داخلي واستقلال حماس بقطاع غزه، الحاجه شق الصف الفلسطيني ووجد لاسرائيل العذر المبرر ان هي تبدا في الاستيطان وما تقولش حل الدولتين حتى كافه المقررات الدوليه بترفضها. فاحنا بنتكلم على ان مصر بتتحمل المسؤوليه. مصر من شهرين اختصر الوقت اجتمعت فيها الفصائل وفي القاهره وفي العالمين واتفقوا على توحيد الصف، وبعدين الرئيس اجتمع بالملك عبد الله الثاني و رئيس محمود عباس، الرئيس محمود عباس في العالمين. نعم. وكمان حددوا خطوات عشان يعني وقف التصعيد في كل الاتجاهات. اذا مصر بتتحمل كل المسؤوليات. نعم. لكن حصل الحقيقه الاحداث اللي بتتم الاخيره احداث المقاومه، مصر تقف مع الشعب الفلسطيني. نعم. مصر تساعد الشعب الفلسطيني. نعم. وده اكده اتصالات سامح شكري مع جوزيف بوريل ممثل السياسه الخارجيه للاتحاد الاوروبي، واتصالات الرئيس مع كافه دول العالم. ولكن هناك دعم غربي كبير لاسرائيل في كل دول العالم. عندك البوندستاج في برلين بينور بالعلم الاسرائيلي، عندك الرئيس بايدن بيقول ان دعمه لاسرائيل كان صخره، وايضا ارسل حامله طائرات جيرالد فورد الى سواحل. وصلت خلاص، واحده ثانيه جايه في الطريق. تمام. طائرات مش واحده، واحده وصلت والثانيه دي حامله، دي حامله، دي اقوى واحدث حامله. آه. طائرات. آه. فيها 75 طياره هجوميه، فيها 5000 جندي، رغم ان كل اللي موجود في العراق 3000، دول باحثين عن حامله 5000. اذا هناك شكوك حوالين العمليه. الشك الاولاني ازاي يتمكنوا اكثر من 400 واحد يعدوا ويستخدموا الباراموتور ويطيروا بيه وينزلوا الناحيه الثانيه، ازاي الناس كثرت. ايه الشكوك والعلامات الاستفهام اللي عند حضرتك ايه هي؟ الشكوك اول واحد ان هم مركبين اجهزه استشعار الكل بيتكلم على السور وكل الامتداد. لكن ازاي اولا اجهزه الدفاع الجوي الاسرائيليه والقبه الحديديه كانت فاشله جدا. واعتقد ان ده صعب يحصل. اجهزه الاستشعار انا متاكد ويقينا ان في خيانه من الداخل عطلت هذه الاجهزه، لان اجهزه الاستشعار على السور وعلى امتداد المحاور الطوليه واللي ما حسوش بيها. انا اخشى ان هم يكونوا بيعملوا مؤامره كبرى زي اللي اتعملت في 2001 وضرب البرجين. يعني ان انا اضرب اكثر ايد ابني عشان الاقي مبرر اعمل زي ما عملت امريكا وضربت في افغانستان وضربت في العراق. انا اخشى ان ده نوع من المبررات عشان يضربوا ويزحموا الفلسطينيين. لا، وخاصه الامريكان دلوقتي بيقول لك انه مثلهم 10 وفي ناس ثانيه مش عارف فين واسرى، يعني بيبداوا يتكلموا بهذه الطريقه، فيديهم مبرر او ذريعه انه بقى يخلص. يعني ان هو لا، هو غير ان هو يخلص، انا اخشى ان هو يكون، لانه كمان قالوا ان حي الجراج اللي في شمال القطاع يخلى، وبعدين يبداوا يضغطوا بقوات المدرعات وحملات الدبابات وحملات الجند والقصف الجوي على الافراد حتى ينزحوا الى الجنوب. وده مخطط قديم يسعوا ليه بمختلف الوسائل. هذا المخطط يحاولوا تنفيذه بمختلف الوسائل حتى لو احدثوا في انفسهم اصابات كبيره لتنفيذ المخطط اللي كان هينجح محمد مرسي العياط في تنفيذه وابو مازن قال عليه، ولكن طبعا 30 يونيو وجيشنا الوطني ازاح هذا الحكم ومنع. والرئيس السيسي لما كان وزيرا للدفاع يعني اصدر اوامر مشدده لوجود خط فاصل ومنع اقتراب من هذا الكلام وافشل مخطط محمد مرسي. يبقى احنا مش عايزين ما يحدث الان من حماس، يكون هناك مخطط واتفاق ان هم يحصل اصابات كثيره في الجانب الاسرائيلي عشان يلاقوا المبرر ويضغطوا عليهم بالضغط ويزحفوا الى الجنوب ويدخلوا الى الحدود المصريه.
أنا كمواطن وأنا لست عضوا في أي مكان ولا مسؤولا، أتحدث أن جموع المصريين ترفض تماما، جموع المصريين ترفض تماما أي نزوح للأخوة الفلسطينيين، لأن هيكون فيهم من يريدون الخراب لمصر ونحن لم نبغي هذا ولا نريد. يقعدوا هو الأفضل دلوقتي، يقعدوا في أرضهم ويدافعوا عنها ويحرروها، ولو لهم أي مشكلة داخل أراضيهم كمان يدخلوا وما يخرجوش منها، لو خرجوا منها مش هيرجعوا لها تاني. بس كده، وإحنا بنقول مشاكلكم حلوها مع إسرائيل، والنزوه يكون للداخل وليس للداخل. شكرا للواء محمد غباشي، بشكرك شكرا جزيلا.